معايا على التليفون الدكتور عمرو الرشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية ورئيس البعثة الطبية للحج. أهلا بيك يا دكتور عمرو. عامل إيه؟ كله تمام؟ كله زي الفل الحمد لله. الحمد لله. نبارك لك بإذن الله على الحج كده لما ترجع ما تنسناش في مية زمزم يا دكتور. وربنا يرجعكم جميعا بالسلامة. عايزين نعرف على يعني وأنا أثني جدا وأثمن جدا الجهد اللي بتبذلوه من خلال بعثتكم الطبية لرعاية أهالينا هناك في مكة والمدينة. عايزين نعرف أكتر بتعملوا إيه ووصلتوا لإيه لحد دلوقتي؟ والله البعثة اشتغلت على كذا دراسة بتاعت الإعداد لمصر الحق. إحنا اشتغلنا كل على البنيه التحتيه بتاعه العيادات، تجهيز اكثر من 20 عياده في العاصمه المقدسه في مكه المكرمه، وتجهيز 3 عيادات في المدينه المنوره. عظيم. جزء طبعا تلقائي بتشتغل عليه السرعه هي اللي بتثبت. دكتور عمرو الخط بيقطع جامد جامد جامد. انا مقدر طبعا انه رومينج، ومقدر انه اكيد في ضغط على الشبكات هناك في المملكه يعني بسبب البعثات، بس الصوت واضح. ايوه كده احسن كتير. طيب احنا اشتغلنا على اكثر من ذراع زي ما بلغت حضرتك. الجزء الاولاني تجهيز العيادات الطبيه، تم تجهيز 20 عياده في العاصمه المقدسه في مكه المكرمه، تجهيز 3 عيادات في المدينه المنوره. في جزء اخر. اتفضل يا استاذ يوسف. لا بقول لحضرتك عظيم، انا معاك يا فندم. في جزء اخر اللي هو الجزء الوقائي اللي بيتم بدايه من معرفه الاسماء بتاعت الخاصه بالقرعه والاسماء الخاصه بحجاج التضامن والسياحه، بيتم ارسال رسائل توعويه وبيتم فيها استقبال بدايه من استقبال الحجاج في مطار القاهره، وعمل ندوات ثقافيه وارشاديه لكيفيه الحفاظ على الصحه العامه اثناء موسم الحج. عظيم. بيتم عمل ندوات اخرى ثقافيه في فنادق الاقامه، في اماكن في العيادات الخاصه بالحجاج. برضو ازاي يتم التعامل في درجات الحراره العاليه، حالات القدم السكريه، كيفيه التعامل والسير بيبقى فيه مسافات طويله. طبعا حضرتك عارف طبعا طبعا ده بيحتاج وقايه، لان يعني الحالات اللي تتم فيها مقاطعات دي بتستمر فترات طويله، وبيمنع الحج من ممارسه الشعائر الدينيه في هذا الوقت. الجزء الاخير ايوه عندنا بنيه تحتيه بتشتغل على النظام الالكتروني الخاص بوزاره الصحه، وطبيعي كل كافه البيانات الخاصه بالحجاج وكافه العلاجات اللي بتتم اصلاحها بيتم تسجيلها على النظام الالكتروني، ونقدر نطلع بقى احصائياتنا، نقدر نشوف ان اكثر عياده شغاله، ايه العيادات التخصص اللي احنا في دعم اكثر. طبعا احنا واخدين دواء من 10 طن ادويه من القاهره. التعامل في عظيم جدا. عظيم يا دكتور، اشكرك جدا. دكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الاسعاف المصرية ورئيس البعثة الطبية للحج.